للحديث عن ميثاق العمل الوطني يسرني أن يكون معي في استوديو مركز الأخبار سعادة النائب يوسف زينل عضو مجلس النواب. أهلا ومرحبا بك سعادة النائب. مساكم الله بخير جميعا. أهلا بك سعادة النائب. بداية نسأل عن الأجواء التي رافقت تشكيل لجنة صياغة ميثاق العمل الوطني. يعني هناك إرادة ملكية سامية واتفقت مع أجواء وطنية وروح وطنية عالية أدت لإفراز تشكيل لجنة صياغة ميثاق العمل الوطني. لجنة ألفت من 46 شخصية وطنية من مختلف الأطياف والمكونات والخلفيات أيضا الثقافية والسياسية والحزبية وأصحاب الرأي والمشورة في الوطن. كيف عملت اللجنة بانسجام أثناء عملها على صياغة بنود الميثاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أرفع إلى المقام السامي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه وللقيادة السياسية الرشيدة ولا شعب البحرين الأبي بمناسبة ذكرى الميثاق، هذه الذكرى المجيدة الخالدة التي توافقت الإرادة الأميرية الملكية مع الإرادة الشعبية، توافقت على هذا الميثاق. وكما نعلم جميعا صدر هذا الميثاق بما يشبه الإجماع. وفيما يتعلق بالبدايات، طبعا شهدت البحرين بعض خلينا نقول يعني بعض المشاكل وغياب الديمقراطية لفترة معينة بعد حل المجلس الوطني، فكان لجلالة الملك هذه المبادرة الطيبة الخالدة بالدعوة إلى تأسيس لجنة لإعداد ميثاق العمل الوطني. وفعلا تم تشكيل هذه اللجنة برئاسة. كم عدد أعضاء هذه اللجنة؟ كان عددها 46. 46 طبعا في 4 انسحبوا لكن الأغلبية بما فيهم أنا طبعا شخصيا. كنت عضو في اللجنة. كان شرفني طبعا. هذه طبعا ألبي نداء جلالة الملك. فتم فعلا تشكيل اللجنة وبدأ العمل في مداولات يعني بعض الوقت في جلسات متعددة. والحمد لله لأن كان الموجودين من كافة الأطياف من السياسيين ومن يعني القانونيين ومن الوزراء كثير من الأطراف بما فيهم التجار طبعا. التجار كان لهم دور، المهنيين كان لهم دور، أيضا ممثل الجمعيات الأهلية ديك الأيام ما كان في جمعيات سياسية. الأهلية والمهنية كانوا موجودين. وفعلا يعني صار في نقاش مطول ونقاش يعني مثري أدى في النهاية إلى الخروج بصيغة أو مشروع للميثاق. تم رفع هذه البنود لجلالة الملك المفدى ثم حولت إلى الاستفتاء الشعبي العام. إي نعم. بشكل مباشر، هو التصويت المباشر بنعم أو بلا على هذا. هذا صحيح. كيف كانت أجواء ذلك اليوم؟ يعني طبعا هذه فرحة الشعب كله لأن كل الفئات الشعبية نزلت لمراكز الاقتراع وصوتت ومثل ما قلنا يعني النتيجة كانت شبه إجماع يعني 98.4%. فهذه حقيقة شيء يعني يحسب للبحرين ولجلالة الملك والقيادة السياسية. المرحلة الثالثة كانت الاعتماد من قبل جلالة الملك بعد أن أتت نتيجة التصويت أو الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني. تم اعتماده من قبل جلالة الملك وانطلقت البحرين في العديد من مجالات الإصلاح في مستوى الحياة السياسية والحريات وحقوق الإنسان والمرأة والطفل. كيف كان نظرة أعضاء لجنة صياغة ميثاق العمل الوطني بعد أن تم اعتماده في التصويت أو في الاستفتاء ثم اعتماد الملكي لهذا المشروع؟ كما قلت طبعا الاستفتاء كان في 14 و15 يومين على أساس إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة. وعلى طول 14 15 16 جلالة الملك الله يحفظه صادق على الميثاق وخلاص أصبح معتمد. وكان لابد من طبعا إجراء تعديلات على دستور البحرين. وفعلا جلالة الملك شكل لجان واشتغلوا على الموضوع اللجان هذه وعدلوا في الدستور بحيث يكون منسجم ومتوافق مع بنود الميثاق. وكانت هذه طبعا فرح كبرى للشعب البحريني إنه دخل مرحلة جديدة، مرحلة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بكل تفاصيله.
خاصة يعني احنا نعرف انه يعني إعادة الديمقراطية من خلال تشكيل مجلس من غرفتين هذه كان أيضا. وأنت اليوم أحد أعضاء هذا المجلس. وأنا يعني أحد أعضاء للمرة الآن بعد الثانية. أن يعني تنهي البحرين عقدين من مسيرتها في ظل ميثاق العمل الوطني، كيف تنظر إلى ما تم إنجازه من أمور سياسية واجتماعية وحقوقية لمملكة البحرين بناء على ما صيغ في الميثاق وأنت كنت أحد أعضاء صياغة لجنة الميثاق؟ هو يعني أكيد يعني الميثاق مثل ما قلنا كانت أرضية للانطلاق وكان شامل لكثير من البنود السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الخليجية والدولية إلى آخره. فطبعا بناء على هذه بناء على التعديلات اللي صارت في الدستور تم صارت الانتخابات في 2002 وهذا كان مكسب للجميع. كان عندنا انتخابات بلدية في مايو، صار الأيام ما كان مع بعض، كانت الانتخابات البلدية في البداية بعدين الانتخابات النيابية وفي أكتوبر صار الانتخابات النيابية وابتدت المسيرة. طبعا بدون ممارسة حقيقية للديمقراطية لا يمكن أن نتطور ونمشي الأمام. لا بأكد عليه أن المشروع الإصلاحي أتى بكثير من المؤسسات التي استكملت ما كان قائما، مثل المحكمة الدستورية أيضا مجلس الاقتصادي طبعا، مجلس المناقصات والكثير من المؤسسات الأخرى استكملت بالدولة كيانها. أعتقد هذا يعني شيء ما يحسب لجلالة الملك الله يحفظه. شكرا جزيلا لك سعادة النائب يوسف زين العضو مجلس النواب، شكرا لحضورك معنا في نشرة الأخبار. شكرا لك.